السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. لا تنسوا الاشتراك على قناتكم مفتاح الحياة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالفيديوهات الجديدة. لايك للفيديو وشير لمشاركته مع غيركم. إذن سنتحدث في فيديو اليوم عن موضوع يشغل بال الكثيرات، ألا وهو تبييض المناطق الحساسة. نعرف أن المناطق الحساسة أو الداكنة والغامقة اللون تسبب الكثير من الإحراج للنساء، خصوصا المقبلات منهن على الزواج أو حتى العروس في ليلة زفافها، لكنها ليست حالة دائما، فيمكن التخلص من هذا الإسمرار بكل سهولة وتفتيح تلك المناطق. إن من الأفضل استخدام الطرق الطبيعية، حيث إنها أكثر أمانا من منتجات التبييض التجارية لاحتوائها على الكثير من المواد الكيماوية، بالإضافة إلى سهولة تحضير وتطبيق الوصفات الطبيعية في المنزل. ومنها هذه الوصفة التي سأتقاسمها معكم اليوم. هي وصفة سهلة وبمكونات بسيطة، ولا شك أنكم تتوفرون عليها في مطابخكم. يكفي المداومة على الخلطة حتى تحصلوا على تبييض أكثر من رائع، وهي مجربة ولقت الكثير من الإعجاب من طرف من جربها. إذن لنمر لعملها وإلى طريقة استخدامها وبعض النصائح لتفادي اسمرار هذه المنطقة. إذن سنحتاج للبطاطس، كما ترون حبة بطاطس صغيرة تفي بالغرض. تحتوي البطاطس على كمية كبيرة من النشا الطبيعي الذي يعمل على شد البشرة وعلى تبييضها وعلى إزالة كل السواد العالق بهذه المنطقة. سنحتاج أيضا لليوغورت الطبيعي بدون نكهة أو سكر، هو رائع جدا في تبييض البشرة وإزالة كل التصبغات بفضل احتوائه على حمض اللاكتيك، كما أنه يرطب المنطقة، إضافة إلى أنه يحتوي على بكتيريا صديقة لهذه المنطقة. إذا لن تخافوا من وضع هذه الخلطة على منطقة المهبل، فبالعكس هذا يعني اليوغورت الطبيعي يساعد جدا في الحفاظ على توازن تلك البكتيريا الموجودة في تلك المنطقة. وطبعا سأحتاج لمكون ثالث وهو النشا. النشا الذي نشتريه يعني من المحلات التجارية والتي نستعمله في الحلويات أو في أغراض أخرى حتى في الطبخ. أيضا النشا يعمل على تبييض المنطقة وعلى إعطائها تبييض رائع جدا وعلى إزالة كل التصبغات، لأنه مستخرج من دقيق الذرة أو من الذرة، وكما نعرف لها العديد من الفوائد في تبييض البشرة وإزالة البقع الداكنة. إذا لنمر لعمل هذه الخلطة المبيضة للمناطق الحساسة. بعد أن قمت باستخلاص عصير البطاطس، قمت بوضعه مع ملعقة كبيرة من اليوغورت الطبيعي، وأضفت ملعقة نشا كبيرة للخليط حتى نحصل على ماسك متجانس. نخلط جيدا حتى تتجانس المكونات جيدا. يمكنكم عمل كمية أقل حتى يعني لا يترك الماسك يضيع، أو حتى يعني نستفيد منه في حال عملناه في كل مرة يعمل يعني جديد، هكذا سنستفيد منه أكثر وأكثر. نخلط جيدا وسنحصل على يعني قوام سائل قليلا بهذا الشكل. إذا بعد أن تخلطوا هذا الماسك، تقومون طبعا بتطبيقه على منطقة يعني المهبل وبين الفخذين، لأن السواد يكثر جدا في هذه المنطقة. تقومون بتطبيقه على هذه المنطقة وتركه طوال الليل، وفي الصباح تقومون بشطف المنطقة يعني غسلها بماء عادي يعني فاتر ليس ساخن. تداومون على هذه العملية يوميا حتى تصلوا للنتيجة المطلوبة.
يمكنكم أيضا استعمال هذه الخلطة على أماكن أخرى كالإبطين، الكوعين، الركبتين وغيرها. هي رائعة جدا وتعطي نتائج مذهلة مذهلة جدا، كما أنها لا تؤذي البشرة، يعني عكس بعض الوصفات التي تعطي نتيجة سريعة والتي يكون فيها الليمون الحامض حاضر بقوة. هي تعطي نتيجة ولكن تفقد البشرة يعني رطوبتها وتجعلها جافة، وقد تزيد من تفاقم المشكل أكثر وأكثر. إذا يفضل استعمال وصفات آمنة وجيدة لهذه المنطقة. هذه الخلطة تعطي نتائج رائعة جدا جدا، كما قلت يجب عملها ليلا وتركها حتى الصباح، وبعد ذلك تقومون بغسلها بطريقة عادية. أيضا يجب بعد هذه يعني بعد عمل هذه الخلطة وشطفها بالماء الفاتر، تقومون بأخذ زيت اللوز الحلو أو زيت الورد، أو يمكنكما خلطهما معا واستعمالهما كمرطب لهذه المنطقة. داوموا عليها حتى تصلوا للنتيجة المطلوبة. أريد أيضا أن أوضح هناك بعض الأسباب التي تفاقم من هذا المشكل، منها السمنة والوزن الزائد، بحيث أن يعني الأشخاص السمينين يعانون من اسمرار هذه المنطقة لتلامس أفخاذهم. أيضا الاحتكاك والتعرق الزائد بين الفخذين بالأخص عند ارتداء الملابس الضيقة يزيد من هذا المشكل. وهناك أيضا الخلل الهرموني عند بعض النساء، كثرة التعرض لأشعة الشمس خصوصا عند يعني أخذ حمام شمس على البحر، أيضا يضاعف من هذا المشكل. تناول بعض الأدوية يسبب أيضا في اسمرار المنطقة، منها يعني أدوية منع الحمل، الإصابة بمرض الشواك الأسود الذي يسبب اسمرار البشرة، إضافة إلى ظهور بقع داكنة في هذه المنطقة. أيضا إزالة الشعر بشكل مبالغ بالإضافة إلى استخدام شفرات قديمة أو مستعملة يؤدي إلى تهيج البشرة وبالتالي اسمرارها. أيضا الإصابة بمرض السكري، نعرف أن من يصابون أو يعانون من مرض السكري يصابون بسواد الفخذين، إضافة إلى مناطق أخرى كالعنق الأبطين. أيضا استخدام منتجات العناية بالبشرة والعطور التي قد تعمل على تهيج الجلد واسمرارك، كبعض أنواع الصابون يعني أو بعض المرطبات التي تكون بنكهات وبرائحات قوية يسمر هذه المنطقة ويعطيها لون غير محبب، يعني لون داكن. وطبعا لتفادي اسمرار المنطقة أو للحد من اسمرار المنطقة عليكم بارتداء ملابس داخلية قطنية لأنها تمتص الرطوبة. عليكم أيضا اتباع نظام غذائي صحي يشمل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة لأنها تؤثر على البشرة بشكل إيجابي، الإكثار أيضا من شرب الماء لتطيب الجسم وبالأخص المناطق الحساسة وبالتالي إزالة السموم منها الذي بدوره يجعل البشرة أكثر صحة ويجنبها الأسمرار. الحرص على تبديل الملابس الداخلية من مرتين إلى ثلاث يوميا على الأقل، وطبعا تنظيف المناطق الحساسة باستمرار مع ضرورة تجفيفها، لأن يعني بقاء الماء أو المكان رطب يجعله يسمر لأنه يكون يوفر بيئة مناسبة لتراكم البكتيريا وغيرها من الفطريات، وبالتالي يسود هذه المنطقة ويعطيها لون غير محبب. إذا كانت هذه وصفتنا لليوم، أتمنى أن تفيدكم وأن تعطيكم نتائج رائعة جدا جدا. جربوا الوصفة واتركوا لي يعني النتيجة في تعليق، ولو حتى بعد يعني مرور الأيام التي استعملتموها فيها لا بأس في ذلك أن تتركوا تعليق لنرى إن أعطتكم الوصفة نتيجة كما أعطت لي أخريات. لا تنسوا لايك للفيديو، شير لمشاركته مع غيركم. كان لكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات لا تترددوا في ترك تعليق، وزوروا صفحتنا وموقعنا مفتاح الحياة وانضموا للجروب على الفيسبوك. وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.